اذا دي مسموح علشان تسجلي بصوره. انا نصور الحين فيديو، انت تخابر انت وانا ونسجل بس الصوت. اسمه غرفة العادي. اسمه غرفة العادي هذا. ورجع هذا العادي. لا هو بالنسبة لي اسمه غرفة العادي، اما اللي كان جالس واحد يقول له محرز علي. هذا الاسطورة اللي سمعني. ما عاد هلوش. خلاص هذا قديم الله اعلم كان. انزلوا. انزل على الكهف. انا على غرفة انا على بنايها. بني بني لك حجر صلحها لها فوق. والله هذا بني ادم. هذا ما حد اشتغل. هيا تعال بنت الزهر. تعرف هنا بعدات. ثاني. انا على بناية. هذه البنية اللي فوق. ايوه هو بنيها هو. منو؟ اللي كان جالس بها. وهذا قال لك طريق لا نازل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انزل قال انزل. اصورك فيديو. ايش الزمن ذا؟ نقول انديقات من ميتم. ها؟ عدو حين. قصاح داش قال حين. من هذا صار زعمان؟ قصاح داش. القات من طريق احسن. كذا يا محمد اطلع لفوق. ها؟ اطلع واحد لو ساعدني. من اللي بنيها؟ والله كان اسطوره قديمه. محمد الآن يطلع إلى الكهف. ألا أبو ذهب ولا حاجة يا محمد؟ هيجي خلوا لك صعب بعدها. قاعد بشو عارف لا. ما بصير شي صح؟ كذا يا محمد تدخل تمدد. ولا فجعات. من قال لك الكهف اللي نازل؟ هذا حق واحد كان يجي سناب بهذه الغرفة. لا شكله مجنون. هذا المتسلق أبو حسام ومحمد الهمداني. يلا طلعنا قال ننزل منزل. ما احنا قاتلنا محجوز. شوف شوف ها. اتفقنا على الحلقة. النزلة حقهم هنا مختصرة. نزل. قريبة. نزل ايه هنا مختصرة. فوق الشلال. لا مش فوق الشلال. طبعا فوق الشلال هذا يصور من بعيد. من بعيد. انا قاعد شفت من هناك حفره جنب الشلال. حفره ساعه كذا تحت ما حد يوصل لها ونازل. لا هذه معاه. راحوا من الطريق. كل الطريق كذا يا محمد. اجين اجين. تعال فوق. الله أكبر قلب. طلع. عصر كان يقول له ها؟ ها؟
هل تسلم شلنا؟ واطين بالطلعة؟ اه ضرب اللف وتتورط له معك؟ لا لف 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 وش يعني؟ اشتري نزول؟ نزلنا اشتري مشين نشتري القط القط قهوة محجوز خلاص يلا نزلنا الله يكرمك. يلا يا مال، أنا مشغول يلا. مش لحجام. الله أبو حيري وعاد تفتح لنا. يا حيري. جمسكني يا محمد، أنت الحارس حقي الشخصي. والله خلاص. يا الفرش يمر عشان ما تدق أشبار قديم. أقفله. لا خلاص بس نزل بالحجامة. أهل عمي مني عليه. أتخدمني مثل ما أنا لا أقوم معك ابني ها؟ انزل مين بكنا أبونا بغلب عينك الأيم الآن أيمن ينطحطس من الضاحة يلا هي أقرب ساعدني يا مسك الكاميرا يتصور لها الفيديو أيوه هذا المتسلق أيمن باحث الجيولوجيا اقفز لحنا لو انا اقفز لا لا اقفز لا اقفز مش قفز اقرب نزل رجلك نزل نزل عند حسام نزل الرجل هذا يلا يلا بس بسم الله نزل يلا نزل 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 اقفز انزل 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 اخذ ها صور احنا ننزل من المزلق من هنا لا لا اطلع لعند الحي ذا اصور انا لا داخله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلت على الله هذا الغرفة الذي كان عايش بها مصلح علي قالوا والله أعلم هذا شكله سمخ لاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا قال لك الكه لا انا قلت لنا احفر وادخل من صغار قلت له ابوه بار لا لا ما يجري ولا بار طريق اكرام ضيقة بسم الله وتوكلنا على الله المتسلقين الرحالة ينزل الضاحى فندق نزل لك هنا ما نزل كنا بسم الله يوه مو هذا هذا نزلت من هنا يا اكرم حتى انا نزل من هذه الطريق بو من عندك طريق ولا لا الحمد لله من الشيطان الرجيم انا وين الكرام او نازل
ها امسك ضاوي هو انا ادخل. ضاوي لا قدامي. ذهب ذهب. اوو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 و
احنا يا محمد مثل اللي يتسلقوا بالجبال. اوه لو انا ذلك انت تدل كشف على ما قال محمود. هذا يتسلق بالقعر. على فلاوة الرعب. وانا اشياء المسوى بالجبل. اوه انا ايوه. يمي. هاي مات تلقون بسم الله من الشيطان الرجيم. هذا اليوم الاختراع حق محمود. نجي للضاحة هذه وننزل لها هنا. أكرم أكرم لفظه على الصخرة ثم سجعت نائمان والله ما جاي لك كسر ها؟ كسر ما بلا عملية انتحارية ما بشتغطي يا محمد كيف نتصل؟ اوه شيت تسع على فلاوة الرعب. والله شكلي عمطل ايش كلام؟ مو بدخول ام الله وانتو قلبه الله شو رجال جاي رمضان انا رجال منا خيخي زواجه هذا لدينا مسموم تاك هذا ما تاك خبز هذا هو مطلعة ها؟ لا ما خلاص ما عدنا له طيب زواجه اقول لك اوه هنا صور الذبابة الذئاب البشرية صور الذبابة هذا قلتلت للصياد عبد الله من الشيطان الرجيم من النار يا صياد باقي دخلوا من هنا اكبر من يدخل لو دخل اي دخلوا من هنا ابو نزل ذي من هنا ايوه بس نحن نحتاج اكرم من هنا احسن ايوه هي ذي ها ما مش زوا وحشة لا ها في الأطراف هيك هذي بحب زيارة ولا والله هاتي مساكين أنا أخفز العدين اللي اتصل يا حمار هل يرضي حقك بها ليش على شان تنزل تصل أمك تصل ها أكرم قلت نزل أشرف حوش دلو بيها أكرم أكرم لحظة مساكوا بينا وأنا نزل على شان أوقف واحد واحد من هنا لا ها حيث ما جينا والله جينا رجاء وخلاص كيف رب الله وين قلت بو عش وين العش هذا اوكي عود عش غراب عود كم والله عش من هذا قصر يا أخي استبدى هذا بالله كان واحد نزل منه ولك ما كان طريق على كل طريق والله أنا قاعد جاوبي والله أنه أحسن يا كسبه والله رام نزل من أحسن انزل الباقي مرانا لابس الآلي من هناك أقسم بالله لو ما الآلي الطرح لي هكذا ما نضعك من عند الشارع هنا تنزل أسرع من هنا؟ أهم بدأ مسك لي بالله أقسم بالله بس زيارة أسامة دولة مئة ها؟ كيف تنزل؟ يا الله وين إحنا جالسين اليوم؟ والله حسن عمله هذا قحنا اليوم فيلم رعب والله حشام عمله طبعا حشام عمله المتسلقين للرحالة هذا فيلم رعب انا عجبني الرعب يا اخي
اشتا وين حق عبده؟ انا لو ويا ولا يهمك. تعلم لو هذيك حق حبيش هذيك المال الله هذيك. يلا نكمل بس قد نزلنا. صور الفكه هذه اي ما انت على ظهر الجبل لو الواحد يدري وين الاستفاء وين هذا. ها سما. ايه؟ لحظة اي نحن الان براس الضاحة وهذا هذه الصورة هذه مفرق طعماوية اسم المنطقة هذه عد بالله من الشيطان الرجيم وانت عاد احنا اول مرة نجي مثل هذه الضاحة هذا مرة حجرة أكرم ما دير على البندق البندق داخل خمع العديني يتصل يلا خل خطرة كلمة يلا كم حسابه كم ماذا كم شفاعة كم هل جاء التغطية تمام أكرم مرحبا وين انت؟ باب الباب كمل كامل على العمل ايوا انا شي عمل حلا ولا يهمك ايوا بس بسم الله وصلي دحين كم حسابك؟ كم حسابك؟ قول لي وانا دحين اتصلهم للبيت انا بعيد لهم كم حسابك؟ 11 ايوه يا محمد لكن 11 كثير همسك الكاميرا سهل احنا مع ايمن هلا ها؟ ايمن كم هي؟ هيا عم محمود ايوه انزل لهنا اعمل لنا صوره في الناس اللي معنا اوكي
ما اتفقناش بأي حاجة، اتفقنا يجي يشتغل شغل نظيف. ها؟ اتصلت له الحين، اتصلت له تديله 8000 وفيه 10000 شغله، حق شغله. ايوه ادي لها وخلاص. قول له ادخل اشرف 8 خلاص خلاص. هقول لك ايه؟ احنا اليوم نزلنا الضاحى احنا ومحمود. ضاحى ضاحى نزلنا الضاحى وتعني على ضاحى وحشة. انا جاي اعلمك بالفيديو ذا. احنا صور فيديو، صور صور ما يقع صور صور داخل كله مصور. لا فيديو جاس فيديو. ما لا يقول كل كله مصور. يلا انت تجي تكلمي معه. الله معك. تعال تشم مع السلامه. زيد صورة واحنا مسلمينها. زقني. ايوه. نطير. يلا يلا لف لف. العلامة الحمراء بالكاميرا هي اللي تصور ذا الحين ولا لا؟ رئيس. ريكول. نتصور فيديو ذا الحين. ايه نصور فيديو. ما تخرج قد الأرض. تصور. كأنك تصور فيديو كأنه فيلم. كيف هكذا؟ لا رجع رجلك هذا، رجل هذا ايوه ايوه هذا الرجل هنا كذا ايوه خلاص فن. كيف تقول لي كيف تقول لي مش فن؟ اكبر الفن هنا. الآن بدون هيلب ها؟ بدون هيلب بدون مساعدة. نو هيلب؟ نو هيلب تدي. ما خلاص احنا نجي واحد بوحده. تدي يعني اليوم ما تساعدنيش خلاص. الحمد لله على السلامة. راح رجلك هنا احمد بعده. لا تخاف. لا رجع رجع لي ايدك رجع لي ايدك ولا خلنا رجع لي ايدك. عسكري. لا رجع رجلك هنا محمد. محمد. لا عادي. شوف شوف شوف. راح رجلك هنا. كيف تروح رجليه هنا؟ هرب هرب خلاص خلاص هذا الكاميرا الحين نكمل الرحلة. اليوم لقد نزلنا هذا الجرف. هرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوه ماي جاد يا إلهي. صور يا ايمن صور لنا صور صور وانا ارجع اصوركم وانتم خارجين. وبعد يا محمد حمدامي انت افرج من عندك وايمن وانا انا صوركم. الواحد هو متى ما تطلعش واضح لنا الشمس من خارج. هات على خلقتكم اطلع واضح. انت افرج من انت من نازل تصورنا احنا خارج. ايوه صورة التقاط ولا فيديو؟ فيديو فيديو بس هلا فيديو هلا فيديو انت جاي زيد اعملها صورة صورة. ايوه التقط. ايوه محمد نزل راسك شويه. ايوه لك جبان زيد خرج شويه خرج راسك. ايوه خلاص اوكي. ايمن كيف طلع؟ الاثنين الاثنين كما طالع خلاص انزل. الاثنين قصدي يا رب اقول لك انا تابع. كم هيا كم هيا الله يو على وحش هذا المكان يصورنا فيه. هاي الضاحة اللي نزلناها أول مرة بحياتي أجي مثل هذا المكان وآخر مرة.
لا لا يا محمد صور بالتلفون لانه التلفون نقدر يرسله الواتساب. هاي الضاحة الذي نزلتها الآن عين الصخورة، نزلنا كلها من طالع، وهذا الوادي الذي قدامنا والساج. انظروا إلى هذه المناظر الجميلة الخلابة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما صور صور يا محمد. صور صور الدليل حق الطريق، صور الدليل حق هذا المكان الذي نزلنا الآن. لا طريق الشيء. وهذه الضاحة الذي نزلناها. جد. وهذا المكان اللي جينا منه. هذه غابة غابة. اليوم احنا بغابة الامازون. صورة اكرم. لا لا انا اعمل لك صورة عندك. امانة تقول بوسط غابة. هذا الحين طريق سهل ولا الطريق ناس؟ طريق ناس. يوه الحجرة قاعدة انتبه. صورك والله صورة آمنة. ايه احنا مشقينا لك طريق على الحين. كيز. من شقيت لي طريق الله هذا انا حاوش براس عياك. حتى عمي بانا طريق اللي طلعتك. يا صورة يا جو. راح راح زين فانا صورة عندك راح. هاي غدايك. بس. غابة. صورني بالكاميرا يا حاذق. تعال هنا. اصور انا. اصور انا.
اليوم انا في غامه الابدون. تفضل بسيط. لا لا في التشكير. اظهر قليله بس. الله يراك بس طلاق هو. من احسن. من هنا وقع فضيع كنا نصطادها. بس. ايمن. هلا. تعرف كم من هذه المنطقة من الزوجي؟ كم؟ ما نبشر بكم. والله طلع من رعب. ما عند خلصت الغابة. ملوك. اوف صور كاكرام ويفعل اوف دخلنا الغابة دخلنا الغابة الان ونكمل الرحلة غابة افريقيا الشمالية غابة دار الشرف طلبت الحيمة سدس أمانة رجع يا محمد انظروا إلى هذه المناظر الجميلة الخلابة اصبر العطيف شو العطيف معي هذا عزات موكلي العطيف ما ينقضي أيمن ما ينقضي كرم عطيف ايوه را كرام مد قدامي خلوا على السنن اي بس سليم ما داف ما انا ترى ولا سليم انت انطل هذه هي الغابه وهذا الجرف اللي دخلناه مدري خرجناه ايوه صوروا الجرف يلا 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 عمال يا حاج احا شوك مين قلت السخان بس اغليهم يمي كنت ادرب انظروا الى هذا الشجعان انزلوا للغابة من ثم الى كهف كهف النمر امشي امشي بس غين من هنا اتينا انظروا من اين اتينا من هنا من هناك الى هنا ونزلنا هذه الغابة ثم دخلنا هنا ثم سنمشي من هنا الى ان نصل مات ها اوه ماي جاد دكتور هذا الدكتور يبعد السن اوه سامن درسه واضح حمار ساقنا الفاضي الان تشوفون واضح من اين اتينا من هنا هي فوق السيارة بندق اكرم بالبندق ما يسمعه كيف قصده ايمن اطلع بالبندق ما ياثرش والله من اكرم ايمن اطلع بالبندق ولا بالبندق اطلع من الصجير هذا محميين ذهنا ذو طار اي طرح اي طرح عن طرح الطرح كامل هذا السيارة
ده سريلي. وين هو؟ والله غربان يهاجي منه. هذا الصياد الزعيم. ما انت صاحب من عندك؟ اريد انا صياد الصقر. الله عندك هذا عشان غدا بعد ما اشتريت منها. طلع فوق الحجر ما بو من هنا. أيمن أين؟ أجين أوب 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 أي لحظة. وهذا سلاح الجبناء. هذا هو سلاح الصقور. مع صوركم اللي منازل. قد انجزعوا. ايوه هذه الصورة توقع عالمي. اب 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 اجين. بو معك حاجة جديدة. لا منه منه منه. طلعت لك صورة انت وابوك مالكش دخل. مع صورة مالكش حل. هنا؟ ايوه بس كده. اسمع واحدة هنا. ما تبيش بين الشمس من الله ظلم. وزوا ما شاء الله. لا هي حصلنا. لا تخزين لو غريب. بني الله تخزين الجمال. أم لا طلع يهدبوا لك بالقسم. لا 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 طريق من طريق. كسر صور مطلع. احنا لقينا طريق مختصرة ولا ذي طريق من طريق عادي. من أما كانوا بالحال. بس عندك عندك بسم الله اني طلع رعب. هذا نزلها على الفيسبوك. هيا بنا ننزل العلبة هنا نشوف العقبة كيف هنا. روح إلى هنا اغط قانون هنا. جي كان وين الأكمة؟ كان الأكمة؟ ايه الأكمة بس الأكمة زي طعم الدوها. ولا هنا هناك موجودة هنا هنا يتواجدها لأنه ما حاش يقدر لها. أنا أبوك مقبل إيه رعرع عندك؟ أنا أصير مع أبوك. ما ادري شو يطلع صوره. شلل منه انا فلق صوره. ها
هنصور فيديو بسد صراحة ما واضحة. اوه نبات الجوع. القط اتصلوا له القط حقنا محجوز خلاص مخزن من هنا اتصلوا ما يعملوا غداء انا يا جماعه محجوز محجوز قاتنا والله نحن اليوم هذا نجلس نطدي ورجعنا هنا يا سلام ايوه ايوه بلا ما الطريق موجود الحين خلاص هذا شلال وادي الجنات دردوش الفرس دردوش الفرس مو هناك يتسبحون هذا شلال يمر من وادي قضاء شلال يمر من وادي قضاء ايوه ملونا طريق ما شاء الله ما اصفي انظروا يصب هنا ياتي من هنا ثم ينزل من هنا ويصب هنا ما شاء الله وين انت ها؟ باقي الطريق هناك باقي الطريق اي ها؟ يلا هذا في طريق هناك ابو بيت تحت الجبل بيني بيت تحت الجبل بيني الحالة الثانية تجزع عليهم قد نبيل فعادة هذا المدرسة هذه ابو بيت تحت الجبل مسكو مبنية بدون سقف يعني العرض الجبل ها السقف حقهم بعرض الجبل لا لا تدخل تحت الجبل هكذا ايوه بس السقف يكون جبل ايوه السقف جبل ايه ينزلوا لهم الغاز وهذا الدبب حلو اوه بالله هذا بالحجم يلا انزل 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 الله الان ننزل هذه الصخرة يا ساتر يا ساتر ساتر يا ساتر والآن نقفز هكذا هكذا نزل أبوك ها هذه ستكون ذكريات إن شاء الله إلى العامين القادمين إن شاء الله أيمن أذن ظهر أيمن أذن ظهر دول هذه الصخور منين اتينا من هناك نحن نازلون الى هناك ها ايوه ايه دكان طيب اسمك يا بطل؟ اي اسمك؟ اسمي جبران جبران مين انت؟
مين هي؟ اسم قريتك؟ ها؟ اسم القرية؟ شبه. شبه؟ وانت؟ ها؟ اسمك؟ احمد. احمد من؟ وانت من عندهم صح؟ ها؟ من الحيمة. من الحيمة؟ حياك الله. هون نزلنا نسبح. كيف تعمله هذه؟ كيف تعمله هذه؟ كيف تعمله؟ هذا فيديو كاميرا فيديو خرج الصور الوسطى. يلا نازل. انظروا الى هذا الورد، ورد الجبال. وين رايحه؟ اوه شيت، كنقعد راح يجين. وا ايمان، ايمان وين رايح؟ انظروا الى هذا الورد. هذه النزلة الى هذه الضاحة. نازلين والشمس عالية وتكون عالية الحرارة في يوم الجمعة الموافق 17/10. لا اله الا الله. الله انظر الى هذا الشلال. صدق ان احنا استحبنا انت النسوان لهنا؟ لا والله. مين جنب مين القريه حتى استحبنا انت النسوان؟ جلسه تسبنا والمطر جاء صح؟ ايوه ابو مشتانا طالع بالجنب فوق القريه حتى. والله طرجه من مطلع ما جايين لا على السلبزان هن والادق وكل حاجه حصلوهن لا تحت. ميزت العايشات عايشات ما عايشات طالنا كلها لك. جاء مطرين كبير. نزلنا هيا. وينه ايمان؟ هذاك يا با عند القوشي هذاك الكبير. شوف شوف كذا هنا هنا هنا. ايوه قليل احترف. اوكي انت انا وين اكرام؟ اكرام اينو؟ اكرام اللي طلع عند الشفت عند الطاوله. شو وقت؟ مشكلة ما اديتش البوتين.
الجبل اللي هناك. تبان بين الشمس. تبان مالش حل. نحن ننزل من من هنا من نزلتو ولا يقطف قاتل من تقطف اجين لا قطف قاتل اضرب بلدي طانا كل مشوك يا محمد طانا كل رجلي انت لابس بوت جزمه محمود ايه ده محمود ما شاء الله انقاهو ها هذا الشجاع الولد الشجاع ايمن عبد الواسع الزنم انزل الى جبال الهملايا الخضراء الله طبعا ما نقدرش نصور لا ما نقدرش نصور صدق عنا قرجي شوك هو كان يدرب لكن انا شوك طبعا ما نقدرش اصور بنفس الوقت يا رجلي Thank you.